وفانا مراسلنا محمد القاضي منذ قليل بتداعيات هذا الإعلان ومدى كونه مناورة جديدة أو مدى صدقه. السفير الاتحاد الأوروبي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مع عدد من وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس اليمني أبدأ استعداده لنقل السلطة مباشرة وتفويض نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التي تم الاتفاق عليها بناء مع المبعوث الأمم المتحدة. هناك شكوك لدى قادة المعارضة تحدثنا عنهم، قالوا ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس اليمني نيته للتوقيع على هذه المبادرة ونقل السلطة إلى نائبه، لكنهم قالوا أن هناك تأكيدات من المبعوث الاتحاد من السفير الاتحاد الأوروبي أكد لهم أن وأيضا من خلال السفير الأمريكي الذي اللذان التقان بقادة المعارضة وأكد لهم أن الرئيس هذه المرة قاد في أقواله وأن هناك ستكون هناك قرارات حازمة من قبل مجلس الأمن إذا لم يوفي الرئيس اليمني بوعده. لكن على الأرض كانت المفاجأة هي اتساع عملية أعمال العنف في تعز ورحب وعلى بشكل كبير. في مصر تعديلات دستورية تمنح الجيش سلطات حصرية جبهت باحتجاج العديد من الأحزاب الإخوانية.